السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم الكونديشنال نمبر 3. كاين بزاف اللي كيوقع لهم خلط ما بين الكونديشنال نمبر 3 والنمبر 2. في الحقيقه هما راه ماشي بحال حيت في الكونديشنال نمبر 3 كنكونوا نهضروا في البريزون على واحد السيتويشن, واحد الحادثه او واحد الحدث اللي وقع في الماضي ورحنا نادمين عليه. اوكي, اما في الكونديشنال نمبر 2 راه كان هذاك الكونديشن او هذيك لا سيتوياسيون ما وقعاش. اوكي, هنا غادي نحاول نشرح لكم اكثر باي جيفن يو اكزامبلز. غادي نعطيكم اكزامبلز وهاد الاكزامبلز بها غادي نشرح لكم الكونديشنال نمبر 3. مثال الاول هو If she had been careful in driving, she would never have had that terrible accident. If she had been careful, أول حاجة هو أنه الفعل عندنا had وعندنا been, يعني the past perfect. Okay. أما المين كلوز فيها would وفيها have had اللي هو the perfect infinitive, have plus the past participle نتاع المين فيرب. Driving هي سياقة, careful هي حذرة, terrible accident يعني accident اللي مفجعة. Okay. If she had been careful in driving, she would never have had that terrible accident. شنو المعنى ديال هاد الجملة هادي؟ هي أنه لو أنها كانت حذرة في السياقة لو كان ما وقع لهاش هاد الأكسيدون هادي. دونك هنا لا سيتوياسيون اللي رحنا فيها غادي تشوفوا واش وقع لها الأكسيدون ولا ما وقعش. غادي تلقاو بلي أنه وقع لها الأكسيدون حيت الجملة كتبين بلي أنها راهو فغيمون وقعت لها الأكسيدون. كنقولو لو كان ما كانتش أو لو كان كانت حذرة في السياقة ديالها وكان راه ما وقع لهاش هاد الأكسيدون هادي. دونك هادشي علاش قلت لكم في الأول نتاع الفيديو بلي أنه الكونديشنال نمبر 3 كنهضرو فيه أو كنخدموه في الحالات اللي كيكون الواقعة راها وقعت. أوكي, المثال الثاني if they had taken a taxi they wouldn't have missed the plane. The plane هي لو فول. If they had taken a taxi, لو كان انهم كانوا خداو تاكسي لو كان ما فاتهمش الفول تاع الطيارة. Okay, they wouldn't have missed the plane. دونك كذلك هنايا المعنى ديال الجمله هو انه راه مشات عليهم الطياره وراهم يعني حاليا راهم نادمين وكيقولوا وكان شدوا تاكسي وكان كاع ما مشاتش عليهم الطياره. اوكي, conditional type 3 is used to refer to an action or situation in the past that didn't happen and we imagine what would have happened if the situation or the action had been fulfilled. شنو المعنى ديال هاد الجملة هادي؟ conditional number 3 كنخدموه باش اننا نعبرو على واحد لاكسيون ولا واحد الحالة اللي في الباست راه وقعت ديجا في الباست ولكن sorry the situation in the past that didn't happen يعني هذاك الشيء اللي مرغوب اللي حنا رحنا كنتمناوه او اللي مرغوب ما وقعش. And we imagine what would have happened if the situation or the action had been fulfilled. يعني كنتخيلوا ان وكان داك الشيء اللي كان مرغوب او داك الشيء اللي احنا كنا باغينو يوقع
اوكي، لو انه وقع ها شنو غادي يصرى، او ها شنو هي النتيجة اللي غادي توقع. اوكي سو في المثال اللي قبل هنا قلنا if they had taken a taxi they wouldn't have missed the plane. غادي نحاولوا نطبقوا هذا التعريف هذا على هذه الجملة هذه. دونك هنا خدمنا الكونديشنال نمبر 2 باش انه نعبروا على واحد لاكسيون اللي في الماضي، قلنا في الماضي راهم ديجا ما شدوش تاكسي ومشات عليهم الطيارة. اوكي that didn't happen ما وقعش. شنو اللي ما وقعش في هذه الجملة هذه؟ هو انهم ما خداوش تاكسي. اوكي هذه هي الحاجة اللي ما وقعتش، ما خداوش تاكسي، وحنا اللي رحنا راغبينو او حنا اللي حنا كنتمناوه انه لو كان شدو تاكسي. هذا هو يعني الرغبة ديالنا هي هذه، لو كان انهم شدو تاكسي. اوكي ودابا كنتخيلوا لو كان انهم شدو تاكسي ها شنو غادي يوقع. دونك اذا شدو تاكسي وكان انهم شدو تاكسي ها شنو غادي يوقع؟ ما كانتش غادي تمشي عليهم الطياره. اوكي دونك هذه هي هذا التعريف هذا رحنا طبقناه على هذه الجمله باش انكم تفهموا اكثر. هنا we have another example. If I had had a digit cam I would have taken some photos. المفهوم ديال الجمله هنا راه بزاف نتاع التلاميذ اللي كيمشيو كيشوفوا باللي انه عندنا هاد كيمشيو يقلعوا هاد. لا ما تحيدوا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت عندنا هاد الفيرب هذا راه مكونجيي في الباست بيرفكت، وحنا كنعرفوا الباست بيرفكت هو هاد بلاس الباست بارتيسيبل نتاع المين فيرب، وهنا الباست بارتيسيبل ديال المين فيرب هو الفيرب to have. سو هنا ديجا عندنا have، يعني past participle نتاع have هي had. داكشي علاش كنقولوا if I had had a digit cam. لو كان كانت عندي، حتى في العربية راه كنقولوها هي لو كان كان عندي، راه كنستخدموا جوج ديال كان. لو كان كان عندي a digit cam، digit cam يعني a digital camera، واحد الكاميرا اللي ديجيتال، I would have taken some photos. وكان راني يعني خديت بزاف نتاع الصور. Okay, would have taken some photos. In the time of speaking, I don't have any digit camera. But by using the conditional number 3, I am imagining what I would do if I have the digit camera. نشرح لكم هاد الفقرة هادي. Now حاليا فاش راني كنهضر وكنقول لكم لو كان كانت عندي digital camera، فكانت عندي واحد الكاميرا اللي رقمية، راني كنهضر في البريزون. ولكن حاليا انا ما عنديش، ولكن كنقول يا ريت كان كانت عندي ديجيتال كاميرا. اوكي اي دونت هاف اني ديجيتال كاميرا، ما عنديش. باي يوزين ذا كونديشنال نمبر 3 اي ايماجينين، راني كنتخيل لا ريزولتا، النتيجه لو انه كانت عندي ديجيتال كاميرا. النتيجه هي هذه اي وود هاف تيكن سام فوتوز. الكونديشن الشرط هو هذا او التمني هو هذا. if i had had a digital camera، لو كان كانت عندي كاميرا رقميه، النتيجه نتاع هذا باش انها تكون عندي digital camera هي i would have taken some photos. النتيجه هي انه كان راني خديت بزاف نتاع الصور. اوكي هنا غادي ندوزو لحد الفقرة هادي. In conditional number 3 the condition didn't happen in the past
and will never happen in the present or the future. بمعنى أن الكونديشنال نمبر 3 اللي كنخدموه للتمني أو الندم راه هذاك الشرط ما كاينش في الماضي، ما كانش كاين في الماضي وما غاديش يتحقق في المستقبل أو في البريزون. فاش كنقول لو كان كانت عندي كاميرا، راه في الماضي ما كانتش عندي كاميرا وفي الحاضر راه ما عنديش كاميرا، واحد شويه في المستقبل ما عنديش كاميرا. يعني هذا الكونديشن هذا راه ما كاينش، هو شرط ولكن غير حقيقي، ما عنديش. هنا غادي نشرح لكم بالامثله اللي عطيت لكم. if she had been careful in driving، هنا راني حاولت نعطي لكم غير نكتب لكم غير الشرط، يعني الاف كلوز باش اننا نشرحوا بهم. if she had been careful in driving، لو كان كانت حذرة في السياق. هنا عندنا but she wasn't careful، راه ما كانتش حذرة، ولكن هنا كنتمناو لو كانت حذرة في السياق. مثال تاني if they had taken a taxi، لو كان خداو التاكسي ولكن they didn't take a taxi، ولكن راه ما خداوش التاكسي. الحقيقة هي أنهم ما خداوش التاكسي، ولكن احنا كنتمناو لو أنهم خداو التاكسي. أما المثال الأخير فهو if I had had a digital camera، اللي هو ديجا شرحنا، but I didn't have any camera، ما عنديش الكاميرا، ولكن احنا كنتمنى وكانت عندي ديجيتال كاميرا. اوكي سو هادشي اللي كاين تقريبا في الكونديشنال نمبر 3، وعقلوا مزيان باللي انه هنا بالنسبه الاف في الكونديشنال نمبر 3 دائما الترجمه ديالها كتكون لو، ما بقاتش اذا. المعنى نتاع اذا في الكونديشنال نمبر 3 راه ما كاينش وما عمره يقدر يكون. الترجمه ديال اف في الكونديشنال نمبر 3 هي لو، حيت احنا كنهضروا في الماضي، كنهضروا على تمني وكنهضروا على الندم. دونك في الندم او التمني ما كنقولوش اذا كنهضروا عليها على واحد الحاجه اللي ربما تقدر توقع في المستقبل، ولكن من هنا ما عندناش نهائيا المستقبل، عندنا الندم على الماضي نهائيا ما كانش المستقبل. اوكي سو نتمنى هادشي يكون واضح ان شاء الله.